أعزائنا الروحيين، الشبيبة السريانية في جميع أنحاء العالم، بسرور كبير ندعوكم اليوم للاشتراك في لقاء الشبيبة السريانية العالمي الذي يعقد في هذه السنة في لبنان في التاريخ من 2 إلى 7 آب 2017، وذلك بعد نجاح اللقاءين الأخيرين وكذلك بعد الانطلاقة الموفقة للقاء المحلي في سوريا سيريا. إن هدف هذه اللقاءات يتخطى النشاطات الاجتماعية التي نجدها عادة في لقاءات شبابنا، حيث تشجع هذه اللقاءات الشباب على أن يصبحوا أعضاء أكثر فعالية في مجتمعنا الكنسي، وبالتالي سيكون اللقاء الثالث المرتقب فرصة جديدة للشباب السرياني للحوز على الغنى الروحي، تقوية علاقتهم بالكنيسة ورؤسائهم الروحيين، والتعرف على بعضهم البعض بشكل أفضل. وبهذه الطريقة نستطيع أن نكمل المسيرة لنصل إلى هدف هذه اللقاءات المتمثل بشعارها، وهي الآية من نحميا الإصحاح الثاني التي تقول: نقوم ونبني قيمنان بونينان. شعار هذا العام أيها الأحباء مستوحى من آية إشعياء النبي إصحاح السادس: ها أنا ذا أرسلني. من خلال دراسة هذه الآية سنسعى إلى معرفة كيف يعتمد الرب علينا وينتظر منا أن نتجاوب مع دعوته لنا وأن نكون شهودا له في العالم. في لقاء هذا العام نأمل أن نلقي الضوء على الدعوات الخاصة بالخدمة المكرسة، ونركز على نشاطات الشبيبة الإرسالي في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية من خلال المواضيع والمناقشات التي ستدور في هذا اللقاء. يتضمن برنامج هذا اللقاء الذي أعدته دائرة الشبيبة في البطريركية بهمة ونشاط ابننا الروحي الرباني يعقوب، يتضمن نشاطات عديدة منها برامج إعداد قادة وصلوات عامة وخاصة، محاضرات متنوعة، حلقات نقاش وحوار، إلى جانب زيارة بعض المعالم السياحية الطبيعية والدينية في لبنان. نشجع شبيبتنا السريانية من عمر 18 إلى 30 سنة من جميع أبرشياتنا السريانية الأرثوذكسية في العالم، وخاصة الذين يخدمون في حقل الشبيبة في الكنيسة، أن يسجلوا في هذا اللقاء العالمي الثالث لشبيبتنا السريانية القادم، وحتى نراكم في لبنان في الشهر الثامن شهر آب. نتمنى لكم أطيب الأيام، بارككم الرب بنعمته تعالى.